عمركم ملاح. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، هي عبارة عن كيكة شوكولاتة بنينة بدانون، والله بنتها هايلة واقتصادية وما فيهاش صوالح بزاف، مليحة للسهرات، مليحة للقلات تاع العشية باردة. أول حاجة نجيبو القوطة اللي كنا نكيلو تاع دانيت، هذا اللي نكيلو بيه كل شيء. أول حاجة نديرو كاس منه تاع سكر كيما هكا، نديرو كاس تاع السكر تاعه، نجيبو زوج حبات تاع بيض، زوج حبات تاع بيض نحطهم كيما هاكا عليه، نخلطو السكر مع البيض حتى يتجانس الخليط. السكر هكا تخل مع البيض، نزيدو علبة تاع دانيل هكا هكذا، نزيدو نخلطو هداك دانيل معاه هكاك تاع الشوكولاتة، نزيدو كاس من هداك تاع اللي كنا نكيلو بيه تاني تاع زيت، نديرو الزيت تاعنا، هكا نعاودو نخلطو تاني كملي قد الخليط تاعنا يتخلط، هكدا نديرو دروك شوية لافاني، شوية لافاني تاعنا. نجيبو هكا المغرف تاع حشا تاع كبيرة تاع كاكاو، ملعقة كبيرة، ثم نضيف الفرينة تاعنا حتى نجمع الخليط حتى تولي عندنا عادي. خلينا نحطوها غير بشوية كيما هكا، عندي مليح الخليط نزيد لها غير شوية تاع فرينة ونزيد لها زوج تاع لافيبور، زوج تاع خميرة كيميائية كيما هكا، هكا هنايا نحسو ان الخليط تاعنا هذا هو مناسب باش تجي كيكه خفيفه. نجيبو السنيوه تاعنا دائريه، نتوما اختاروا السنيوه اللي عندكم اي سنيوه. اول حاجه نديرو لها شويه زيت كيما هكا، نرشوها بشويه فرينه ما تفسقناش ومت هكا، ونحطو هذاك الخليط تاعنا، حبيباتي بعد ما هكا حطينا في السنيوة نحاولو هكا نشغل نستوي هذاك نسووه كيما هكا بشوية بشوية ندخلو لدرجة الحرارة 180 يكون الفرن مسخن حتى يطيب الكيكة عادية، كي يطيب عادي ندخلو فيها هكا كوغدون ولا هكا خدمي ولا هكا حاجة، كي تلقاوها تخرجلكم ناشفة تعرفو بلي الكيكة تاعكم طابت، ندخلها للفرن ونرجعلكم.
انا حبيتي بعد ما درنا الكيكه تاعنا طيب دخلناها للفرن خليناها طيب، نجيبو طاوه كيما هكا ولا كسرونه، نجيبو فيها نص كاس سكر مع كاس ونص ماء، كاس ونص ماء هكذا كاس ونص، نديرهم يغلو على نار هاديه كيما هكا كاس ونص تاع ماء، نديرهم يغلو. من بعد كي نحسو الخليط تاعنا غلا غايه نجيبو مغرف تاع نسكافيه ونديروها عليه. حبيباتي كي تشوفوا هكا الماء يغلي جيبوا هذيك المغرف تاع نسكافيه تاعكم كيما هكا، المغرفه الصغيره تاع نسكافيه، وتخلطوا كل شيء الذوبان كل شيء، تخلوهم يغلوا مليح مليح وتطفوا عليه بعد 5 دقائق. مدة 5 دقائق نقصوا عليها الكاس وتخلوها تغلي كيما هكا داك الخليط تاعنا ونطفوا عليه. والان حبيباتي بعد ما خرجتها ما طيبناها، شوفوا كي ندخلوا كيما هكا الحمص راهي شوفوا يجي ناشف هكا، تحسوا انها طيبناها. شنو نديروا؟ حنا نطقوها كيما هكا ونجيبوه هكا تشرب 5 دقائق ولا 10 دقائق. نروحوا نحضروا ندوبوا الشوكولاته اللي عندكم، اي شوكولاته اللي عندكم، انا عندي هذه غادي نخدم بهذه، نتوما اي شوكولاته لي. الحلويات ديروها نورمال، انا ندوبها ندوبها ونحضروا نحضروا طبقة تانية من دانون وشوكولاتة، ندوبها ونرجع لكم. والان حبيباتي نحضروا طبقة تانية، نجيبوا زوج علب تاع دانات كيما هكا كيما هكا، نجيبوهم نبداو نضيفو هاديك الشوكولاتة مو دابا غير بشوية كيما هكا، ونجيبو ال نجيبو ال البسكويت تاعنا يكون شوية تشرب، نبدأ نحطو هاديك ال كيما هاكا نخلوها كيما هكا تاع، نحاول نحطو هكذا حبيباتي. ها بعد ما طلينا هذيك الطلي عليها درنا الطبقة الثانية هذيك تاع اللي درناها تاع دانون، نخلوها تبرد في الثلاجة عادي مدة ساعة ولا ساعة ونصف، ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. الان حبيباتي بعد ما جمدت شوفوا جمدت شويه وشدت روحها، نحنجو نقطعوها نوري لكم دو مورسو تاعها مورسو منها. نقطعو منها ونوريها لكم في صحن التقديم. والان حبيباتي شوفوا قد ما قطعناها والله تجي هشه، تجي مشربه، تجي الذوق تاعها هايل بزاف والله العظيم، تجي هكا تحسوها مشمخه شابه كي باتيسري. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه الاقتصاديه تعجبكم وتشاركوني في قناتي حبيباتي، وبغيت نشاركها معكم اليوم مع هذا الحمان مليحه مع قهوه مع لاتاي مع ليموناد هكا ولا كازوز هكا للسهرات، والله حاجه ومشروبات هذه والله هايله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصفتي تاع اليوم، ولا تنسوا حبيباتي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد حبيباتي، ومع وصفة اخرى ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.